إلى كثير من الدول، أقدم كثير من المليارات من الدولارات. ألمانيا تدفع الآن 1%، لم تكن تدفع من قبل، وعندما تدفع ألمانيا مليارات من الدولارات من أجل الطاقة إلى روسيا، فكيف يمكن لها أن تدفع كل هذه الأموال الكبرى إلى روسيا؟ هذا ليس صحيحا، ومن ثم يجب إعادة الأمور مرة أخرى، وعلى ألمانيا أن تدفع 1%، الولايات المتحدة تدفع 4% في تكلفة الدعم إلى الناتو. ونظرا وأنني أتحدث إلى رئيس ستولتنبرغ رئيس أو الأمين العام لحلف الناتو، وقال لأنني قال لي أنه وبعد أن تحدثت إلى كل الدول فإن العديد من المليارات تم تدفقها على الناتو بعدما طلبت من هذه الدول. لم يحدث ذلك منذ أن كانت هيلاري كلينتون في منصبها. أنا كنت حاسما حول هذه النقطة، وكنت حاسما ضد روسيا أيضا، وأنه وممكن مع روسيا أن نفعل هذا الشيء، ونستطيع تقديم ما نستطيع فعله معا، ولكن نستطيع أن نتفاهم حول هذه النقطة أيضا الصين والعديد من الدول الأخرى، وسننظر ماذا يمكن أن يحدث. الوقت هو الذي سيحدد من يكون أكثر تعاملا وحسما مع روسيا. كنت أنا، وهذا شيء جيد ولم يكن سيئا، ويجب نحن لا نقبل بلهاء في هذا الشأن. سنجد وعندما يحين الوقت وعندما وبصورة سريعة. شكرا، شكرا جزيلا لكم جميعا. أشكركم. أنا أحترم الجميع، أحترم أصدقائي، وأنا منذ بداية تعييني رئيسا للجمهورية هم شجعان وقد أدوا وظيفة رائعة للدولة، وأنا أفعل ذلك أيضا في الولايات المتحدة. شكرا. هل هناك شيء حول الميزانية؟ عليك أن تنظر على البريد كمثال وترى الكثير من المليارات التي يدفعها دافعي الضرائب، وخاصة على جانب وكالة كذلك الأمازون، وتستطيع أن ترى أن دافعي الضرائب وأن الأمازون لديه أموال كثيرة جدا لدفعها، وهذه أموال يتم تحصيلها لصالح الدولة. هذه مشكلة أخرى، وهي مشكلة كبرى، وعلينا أن نعيد النظر عليها مرة أخرى من أجل تنظيم هذه العملية. هذه مشكلة أخرى ويجب أن نتحدث بشأنها، لكن إذا نظرنا على التكلفة التي يتم تخصيصها أيضا للأمازون، أنا أرى أنك المليارات من الدولارات تكلفنا ذلك عبر وكالة الأمازون وعبر إرسال الشحنات التي يتم إرسالها حول الولايات المتحدة وكافة أرجائها ولصالح الحكومة. على الأمازون أن يقومون بدفع ضرائب أكثر وأموال أكثر نظرا لهذه الأعمال التي ينفذونها، ونفقد الكثير لصالح الدولة في هذا الشأن.